يرتب المجلس على مشاركة أكبر عدد ممكن من السادة النواب في مناقشة مشروع القانون، فقد رأى عند إعداد جداول الأعمال استكمال مناقشته من حيث المبدأ خلال جلسات هذا الأسبوع. السادة الأعضاء نستأنف المناقشة. يتفضل سيادة النائب حسام المندوه بالحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا يا ريس على الكلمة. حقيقة احنا أمام إنجاز تشريعي يحسب لهذا البرلمان الموقر. نعتذر مشاهدينا الكرام عن يعني قطع هذه التغطية بهذا الشكل، وأعود مع حضراتكم مرة أخرى لاستكمال ملف الرئيس الذي نناقشه معكم، وهو معرض الذي يعقد في القاهرة بمركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، المعرض رقم 28، معرض مصر الدولي لتكنولوجيا الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي افتتحه دكتور مصطفى مدبولي نيابة عن السيد رئيس الجمهورية منذ قليل. مرة أخرى نعود إلى مقر مجلس النواب المصري واستكمال فعاليات المناقشات التي تجري تحت قبة البرلمان. المطلوبة لإنجاز العدالة الجنائية جاء يحمي الشهود ويحافظ على حقوقهم، جاء يراعي الحبس الاحتياطي بشكله الاحترازي ويضع له حد أقصى، جاء عشان ينظم التقاضي عن بعد، ويمكن بنشوف هذا الموضوع منذ فترة في دول عديدة، تقاضي عن بعد بحيث يحصل المقاضاة من خلال وسائل تكنولوجية توثق المحاكمة بالصوت والصورة، جاء عشان يغطي أنظمة عديدة من الإعلام منها التقليدي ومنها الحديث، فبالتالي طرق تقليدية زي الجوابات وطرق حديثة زي الرسالة النصية أو الإيميل الإلكتروني، جاء عشان يضمن الحقوق لكل الأطراف، فبالتالي بوافق على هذا القانون حيث المبدأ. وشكرا يا رئيس. شكرا سيادة النائب سامي هاشم. فندم شكرا يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية بأشكر حضرتك على الجهد الكبير والتوجيه والمتابعة للجنة الفرعية التي أعدت هذا المشروع بقانون، وأشكر اللجنة الفرعية على الجهد الكبير اللي بذلته خلال 14 شهر متواصلة، خاصة في الأجازة البرلمانية وما توصلت إليه. بشكر كل من شارك في إعداد هذا القانون، وبأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون لعدة أسباب. أولاً لأنه يهدف لتطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر اللي مر سنوات كثيرة عليها وتحتاج إلى تعديل، نظراً لتغير ظروف الحياة وتغير ظروف التقاضي وتغير ظروف كثيرة جداً تقتضي تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، كما أنه يحقق تعزيز لحقوق الإنسان ويحقق العدالة الناجزة. أيضاً كافة الجهات ذات العلاقة بالقانون اشتركت في إعداد هذا المشروع. خلال 14 شهر اشتركت اللجنة التشريعية والدستورية، لجنة الحقوق الإنسان، لجنة الدفاع والأمن القومي، الجهات القضائية، نقابة المحامين، كل من له علاقة بهذا القانون شارك بالرأي في هذا الموضوع. أيضاً توافقت جميع القوى السياسية والأحزاب، سواء حزب الأغلبية أو الأقلية أو المعارضة، توافقت تماماً على هذا القانون وأنه في صالح التقاضي في مصر. أيضاً السبب الرابع اللي بيخليني أوافق على هذا القانون هو أن القانون
دار حوله حوار في هذا المجلس لم يسبق له مثيل. لأول مرة قانون بيعرض للموافقة من حيث المبدأ ونقاش يمر عليه 3 أسابيع متتالية لإعطاء الفرصة لكل السادة النواب ليعبروا عن آرائهم وآراء دوائرهم في هذا القانون. آخر حاجة، إن هذا القانون يعالج قضايا كثيرة جدا، يعالج ظاهرة تشابه الأسماء كثير جدا جدا جدا، بيتعرضوا لما يروح يعمل فيش وتشبيه يلاقي عليه قضايا كتير، وبعدين يقولوا له روح يدوخ ال7 دخات عشان يوصل إن القضايا دي لا تمسه. حماية الشهود بيخافوا أحيانا يروحوا للمحكمة لأنه خايف إن حد يتتبعه من المتقاضين، وبالتالي ما بيروحش. وبيحمي الشهود وبيحمي المبلغين وبيحمي أيضا المجني عليهم. في مجني عليهم يا سيادة الرئيس ما بيقدرش يروح يشتكي أو يلجأ إلى التقاضي لأنه خايف من اللي هيروح يقاضي. بناء عليه هذا القانون يحمي المتقاضين، أيضا بيحمي حق المرأة والطفل. لا يجوز أن في طفل يولد في سجن وأول ما يشوف الحياة يشوف الحياة داخل السجن. هذا القانون بيحمي الطفل وبيحمي المرأة وبيحمي المعوقين، ولذلك أنا بكل أمانة وبكل شرف أوافق من حيث المبدأ على هذا القانون. شكرا دولة الرئيس. شكرا سيادة النائب محمد العماري. شكرا سيادة الرئيس على منح الكلمة. في الأول شكرا لسيادتك أني تبنيت هذا الموضوع وأمرت بتشكيل لجنة فرعية برئاسة نائب إيهاب الطماوي، وكان التعبير أنه ده دستور مصر الثاني، وده بالفعل موضوع يعتبر مشروع قانون القرن، حيث هو نقلة نوعية في السياسة العقابية مبنية على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. القانون يا سيادة الرئيس بيحمل في طياته العديد من المزايا، على سبيل المثال وليس الحصر، الحفاظ على الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء اللي هي كانت محور للعديد من المشاكل للمواطنين، تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بيخليه من اختصاص النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق، وأن يكون مسببا ولمدة محددة. الحاجة الثانية نظم أحكام التعاون القانوني والقضائي بين مصر والدول الأخرى في المسائل الجنائية، وده برضو في حد ذاته موضوع هام وإضافة لمشروع القانون، وعشان كده أنا بوافق على مشروع القانون من حيث مبدأ. وشكرا لمنح الكلمة. شكرا سيادة النائب خالد طايع. شكرا سيادة الرئيس. السيد الرئيس مجلس النواب مستشاري الجليل حنفي جبالي، السادة الأعضاء، بداية أتقدم لحضراتكم جميعا بالشكر، كما أتقدم بالشكر للسادة أعضاء اللجنة التشريعية والسيد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة والنائب العزيز إيهاب الطماوي على الجهد الكبير الذي بذلوه في هذا القانون الهام. شرفني اليوم الحديث عن قانون من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، وهو قانون الإجراءات الجنائية. هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون. إن العدالة الجنائية تمثل الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان. إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءا من التحقيقات الأولية مرورا بالمحاكمات وصولا إلى تنفيذ الأحكام، حيث يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع. فهو يضمن للمواطن المتهم حقه في محاكمة عادلة وشفافة، وفي الوقت نفسه يسهم في حماية المجتمع من الجرائم وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
أننا في هذا المجلس ندرك جميعا مدى أهمية تطوير وتحديث قانون الجرائم الجنائية بما يتواكب مع التحديات المعاصرة. فالتطور السريع في الجريمة وأساليبها وازدياد استخدام بناء عليه يا ريس استدعي مننا ضرورة أن تكون على قدر المسؤولية في تحديث قوانيننا بما يحفظ حقوق المواطن ويواكب التطورات الحديثة. ومن هذا المنطلق أود أن أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لمناقشة هذا القانون المهم. فقد قامت اللجنة بعمل دؤوب وجاد لدراسة القانون من جميع جوانبه والاستماع من مختلف الآراء من الخبراء والمتخصصين في المجال القانوني بهدف إلى الوصول إلى نصوص تضمن العدالة الناجزة وتحفظ حقوق جميع الأطراف. قد عكست مناقشات اللجنة حرصها الشديد على تحقيق التوازن بين حقوق المتهمين وواجب الدولة في حفظ الأمن والنظام. وأن النقاشات المثمرة التي أجرتها اللجنة حول التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الجنائية باختصار من حيث المبدأ سيادة الرئيس على هذا القانون، وده إنجاز لمجلس النواب في عصرك يا رئيس. شكرا. شكرا سيادة النائبة نانسي بطرس. شكرا يا رئيس لإتاحة الكلمة. الحقيقة وافق على المشروع من حيث المبدأ، لأنه لما يكون مشروع خارج من رحم الحوار الوطني ومن خلال 14 شهر حوار ونقاش مع يعني قامات من اللجنة التشريعية بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان، يبقى احنا حقيقي الدولة بتؤكد اننا نسير في خطوات ثابتة وسريعة تجاه دولة قائمة على أسس الحريات والتميز. انا في رأيي ان هناك ثلاث نقاط ذهبية في مشروع القانون ده تحديدا بتهم وتخص جميع المواطنين بدون تمييز. اول نقطة وهي الحبس الاحتياطي. واحد، ان يكون في تقليل لمدة الحبس الاحتياطي ووضع حد اقصى الحبس الاحتياطي ووجود تعويض المتضررين. النقاط دي بتؤكد ان الحبس الاحتياطي هنا هو مش عقوبة على قد ما هو اجراء احترازي وقائي للحفاظ على حقوق جميع الاطراف. تاني نقطة ذهبية في رأيي هي الزام وجود محامي ووجوب وجود محامي وحق المتهم في الصمت. دي نقاط بس كل حد تم يعني زجه أو اتهامه في قضية حق في الصمت وحق في وجود محامي، نقاط تهم كل المواطنين والناس اللي بتتابعنا قد إيه المشروع ده مهم. أنا شايف المهم لنقطة زي النقطة دي. تالت نقطة في رأيي وهي مهمة جدا وكلنا كنا فيها لغط الأيام اللي فاتت، حرمة المنازل وعدم جواز دخولها وتفتيشها ولا مراقبتها أو تصنت عليها إلا بأمر قضائي مسبب. أنا شايفة النقاط الثلاث نقاط ذهبية دي تخلينا أمام مشروع قانون مميز جدا نفتخر جميعا أننا في عصر إقرار هذا القانون. شكرا يا رئيس. شكرا سيادة النائبة دعاء عريبي. سيادة النائبة أماني الشعولي. أشكر سيادتك يا فندم على السماح لي بالكلمة. أشكر طبعا اللجنة الموقرة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأشكر اللجنة الفرعية طبعا برئاسة النائب إيهاب الطماوي على هذا المشروع المميز والرائع. بعد كل الكلام يا فندم اللي اتذكر عن مزايا ومحاسن مشروع القانون، بنجد أنفسنا فخورين بهذا التشريع المميز والمتوازن الذي بيضيف إنجاز كبير لهذا المجلس الذي ساهم في تطوير وتحديث القضاء الوطني والعدالة وترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان. ولعلنا نكون أكثر اطمئنانا وثقة في جودة ودقة أحكام مشروع القانون، لأن خلفه فقيه دستوري وقانوني كبير هو معالي المستشار الدكتور حنفي الجبالي صاحب الفكر القانوني المتميز الذي تعلمنا منه الكثير وتعلمنا من مؤلفاته الأكثر، وخاصة مؤلفه القانوني أهم مبادئ المحكمة الدستورية في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري. فاهتمام سيادته بحقوق الإنسان هو من دفعك
يا معالي الرئيس إلى النظر لهذا القانون وتعديله، وأيضا مشاركة نخبة من فقهاء القانون والمستشارين. الكل اجتهد وتجرد من أي هدف سوى صالح المواطن والعدالة المنصفة. قدموا لنا تشريع متوازن للعدالة الجنائية، تشريع يوازن بين حقوق الإنسان وضمانات العدالة وحماية المواطن في كل الظروف، جاني أو مجني عليه، رجل أو امرأة، شاب أو مسن، انتصر للمرأة وانتصر للطفل. وأيضا هناك عالج مواضيع كثيرة مثل تشابه الأسماء الذي فعلا تعبنا منه جدا. بناء عليه تفضل. مع المواطنين، ونتمنى أن يتواكب مع تطبيق القانون الجديد تطوير للقطاعات المعاونة للقضاء وخاصة أقلام المحضرين، الطب الشرعي، الخبراء، البحث الجنائي، لأن هذه الجهات تحتاج إلى تطوير وتحديث كمي وكيفي، وتطوير دور المحاكم والنيابات خاصة في محافظات الصعيد، وتوفير الأجهزة التكنولوجية الحديثة لها بما يتواكب مع هذه المستجدات. مشروع القانون هو إنجاز لهذا الجيل من النواب، ومهما كان فيه اختلاف في المواد لا تصل إلى 5% من مشروع القانون. عشان كده يا فندم احنا بنوافق على مشروع القانون، ونشكر كل من ساهم أو كل جهد في إعداده وكل من ساهم في خروجه إلى النور. أشكر سيادتك يا فندم. شكرا. سيادة النائب سليمان وهدان. شكرا سيادة الرئيس. وجهت تحية لحضرتك سيد رئيس لجنة الشريعة الدستورية، لجنة حقوق الإنسان واللجنة الخاصة. وجهت تحية للمجلس الموقر. ويمكن قانون الإجراءات الجنائية هو نقطة مضيئة في مسيرة هذا المجلس، بل يفخر كل نواب المجلس أنهم شاركوا في هذا القانون الحقوقي الإنساني الذي يهتم به كافة الشعب المصري. لكن ظلت عقود نتحدث على مشكلة الحبس الاحتياطي وكان يكفلها القانون. وعندما نتعرض اليوم إلى الحبس الاحتياطي ويضع هذا القانون حد أقصى لعقوبة الحبس الاحتياطي 6 أشهر للجنايات البسيطة، 18 شهر للجنايات الكبرى، 2 للإعدام والمؤبد. هذا أمر مهم جدا في مسيرة العدالة. أيضا سيادة الرئيس، عندما نتحدث هناك في ملامح مشروع هذا القانون أن احنا نتكلم على العقول البديلة، بأن هناك استحدث هذا المشروع الغرامة أو الكفالة أو الإقامة الجبرية أو الخدمة في المجتمع المدني. سيادة الرئيس، احنا بنتكلم على هذا القانون وحما حق الشهود، وأيضا يتطور هذا المشروع مع تطور التكنولوجيا الحديث في إدخال منظومة العدالة في الرقمة، وأيضا المحاكمات عن بعد توفر كثير وكثير من الجهد، سواء الأمني أو الجهد أو العبء البدني على المتهمين. أيضا هناك أمر مهم في هذا القانون سيادة الرئيس، وهو تشجيع التسوية. بناء عليه، تشجيع التسوية الودية يمكن تظهر في هذا القانون، هو تخفيف على المحاكم في هذه المرحلة، وأيضا الاعتماد على التسوية الودية في بعض المشكلات. باسمي وباسم الهيئة البرلمانية سيادة الرئيس حزب الوفد، نوافق على مشروع قانون حسن النبي. شكرا. سيادة النائبة نشوى الشريف. بشكرك يا رئيس على منح الكلمة. والحقيقة يعني نحن أمام مشروع قانون تاريخي الحقيقة، وإنجاز تشريعي ضخم بيعمل عليه بيت التشريع المصري مجلس النواب. ومن تحت قبة البرلمان المصري ضروري إن احنا نشكر اللجنة الموقرة اللي عملت على إخراج مشروع هذا القانون للنور، ولنا هنا بالجلسة العامة كل الشكر لرجل التشريع الجليل معالي المستشار حنفي جبالي. يعني الحقيقة حضرتك أبديت قدر عالي جدا من المسؤولية
كعادتك دايما يا ريس معانا. نحن على مدار اكتر من 3 أسابيع يعني مستمرين لمناقشه مشروع هذا القانون. يعني اعطيت فرصه كبيره لكل النواب لابداء رايهم. مشروع هذا القانون الحقيقه بيمثل تحولا كبيرا في النظام القانوني المصري، ويسعى ايضا لتحقيق العداله الجنائيه الناجزه وبطرق ايضا حديثه، ومهم كمان ان هي بتتماشى الحقيقه مع المعايير الدوليه. والحقيقه لابد ان المواطن المصري يعي ويعرف ماذا يحوي مشروع هذا القانون. هذا القانون سيحسن ويسرع من وتيرة الإجراءات القضائية وتقليص أيضا الإجراءات، وسيساهم في تخفيف الأعباء عن المحاكم، وهيعالج أيضا أحد أهم المشكلات وهي تراكم القضايا. لنا أن نتخيل أنه يعني عندنا 15 أو يعني حوالي ما يوازي 15 مليون قضية عالقة في المحاكم. أيضا سيعزز من حقوق المتهمين والمشتبه بهم، وسيوفر أيضا ضمانات أكبر لمحاكمة عادلة زي حق التمثيل القانوني وحق أيضا الاستئناف، وذلك تماشيا مع الدستور من المادة 51 ل63 والتي تحمي حقوق الأفراد وأيضا تضمن الحريات. وأيضا الجرائم الإلكترونية، وهي أحد أهم وأكبر والحقيقة هي الطمة الكبرى اللي بتواجه المجتمع المصري، أيضا بيعمل عليها هذا القانون ويضع لها آليات للتعامل مع الجرائم التي تهدد مجتمعنا. وهذا القانون أيضا بيعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة لجمع الأدلة والمعلومات وأيضا التحقيق، زي استخدام التسجيلات الصوتية والمرئية، ويعني اعتبارها كأدلة قانونية. لذا أوافق طبعا على مشروع هذا القانون، وأدعو جميع الزملاء الأفاضل للموافقة عليه. بشكرك يا رئيس. شكرا سيادة النائبة أميرة العدلي. سيادة النائب علي عبد الونيس. شكرا دولة الرئيس لإعطاء الكلمة، والشكر موصول للجنة الفرعية التي عملت على مدار 14 شهر بقيادة أخي وصديقي ميسترو القانون اللي أنا بعتبره أستاذي في القانون النائب إيهاب الطماوي. بشكر اللجنة التشريعية والدستورية التي عملت بجد. أنا بقالي أكتر من 10 سنين أو دي 9 سنة ليا في هذه اللجنة، لأول مرة أشوف قانون بيتناقش بهذه الحيادية وسعة الصدر وقبول الطرف الآخر وسماع كل الآراء. أنا بشكر جدا جدا اللجنة التشريعية التي شرفني الانتماء ليها بقيادة رجل القانون القيمة والقامة النائب إبراهيم الهنيدي. بشكر سيادتك شكر خاص، وده مش مزايدة في الكلام، لأن احنا محظوظين ان رئيسنا ورئيس مجلسنا قيمة وقامة قانونية. بالفعل حضرتك زللت عقبات كتير نعلمها، حضرتك رعيت هذا القانون لحد آخر لحظة إلى أن يصدر هذا المنتج الذي سوف يسعد به القانونيين، ثم الشعب المصري سوف يعرفه فيما بعد. كل الشكر والتقدير للأخ والصديق والعشر 9 سنين برضو السيد الوزير محمود فوزي القيمة المحترف قانونا، واللي ده أثبت من خلال مناقشاتنا وحضورنا في اللجان بأن هذا الرجل بالفعل يعني بالبلدي كده يقول حريف قانون. بشكر الأمانة جدا، بشكر كل من ساهم في هذا المنتج، لأن أنا كمحامي لو هقول بعض الأسباب ويكفيني الحبس الاحتياطي فقط لما علينا. أنا بقالي 30 سنة محامي، حضرت آلاف مئات، حضرت بناء عليه. تفضل. عفوا يا رئيس. كنا نعاني من الحبس الاحتياطي، كنا نصيح ونصرخ أمام القضاء ونقول المتهمين اللي بقاله سنة واثنين وثلاثة، ويا رئيس دي أصبحت عقوبة، مش ما بقاش إجراء احترازي. المتهم حتى لو خد براءة بعد سنة ولا اثنين كم يعاني من وظائف ومن سمعة ومن. النهاردة في مصر اللي كان أمنية بالنسبة لنا إن هو حتى يعني ياخد حاجة كده تعويض، النهاردة تعويض مادي وأدبي، والله لا فرح، ده حاجة تفرحنا كقانونيين وكمحاميين. احنا بقى نقدر الكلام ده ونعرفه كويس جدا، لأننا عانينا منه في المحاكم كتير كتير كتير.
النهارده اقعد كان في عندنا بعض اللي بتقعد بالاربع سنين. والله لو ان هذا القانون ليس له انجاز الا هذه الماده والا الحبس الاحتياطي لا شكرا لهذا القانون وشكرا لمن انجزه. بناء عليه كويس لضياع الحقوق، ضياع الحقوق التي حدثت منذ سنين طويلة ونحن نعلمها كمحامين كثيرا جدا. فمثلا حاجة اسمها الإعلان الأمريكاني، حضراتكم أساتذتنا وعارفينها. النهاردة طريقة الإعلان الجديدة بالفعل تقدر تلغي حاجة اسمها الإعلان الأمريكاني اللي ضيع حقوق ناس كثيرة جدا، والمحامين والقانونيين والشعب المصري يعلم هذا عن طريق الاتصال والكلام ده. أنا بشكر جدا جدا كل من ساهم في هذا القانون، لأن أنا بجد الفرحة من القلب، لأن احنا عانينا كتير في مجال عملنا. ثم حماية الشهود، كم من حقه ضاع وكم من شاهد خاف وكم من شخص أحجب عن شهادة، حتى الخبراء الموظفين في المحكمة، كل هذا سيحمى بهذا القانون. والمرأة والطفل وذو إعاقة وكذا وكذا، وموانع السفر حاجة بصراحة. أنا بشكركم جدا، بشكر كل شخص ساهم في هذا القانون، كل الفرح للمصريين. أنا مبدئيا بوافق على القانون من حيث المبدأ. شكرا. سيادة النائبة سحر طلعت مصطفى. شكرا يا ريس. أنا هبدأ بموافقتي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وأتمنى أن احنا نجني ثمار هذا المجهود الجبار خلال دور الانعقاد الحالي. مشروع قانون يا فندم بيؤكد بشكل قاطع أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتأمين مزيد من الحريات والحقوق للمواطن بما فيها حقوق حريات التعبير. يا فندم المجلس برئاسة حضرتك اهتم بهذا الملف منذ ديسمبر 2022 عندما تم ان احنا ابتدينا باللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وهنا بقف وبقدم كل الشكر والتقدير والاحترام سواء للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة المنبثقة على سعة صدرهم وعلى احتوائهم لكثير من الآراء من جميع النقابات والهيئات المعنية، خالص الشكر والتقدير لهم. ده يا فندم بيعكس إدراك مجلس النواب لأهمية مشروع قانون كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق الأفراد وحريتهم. شكرا يا فندم. شكرا. سيادة النائب محمد المرشدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المحترم رئيس مجلس النواب سيادة المستشار حنفي جبالي، السادة الزملاء أعضاء المجلس، السيد رئيس اللجنة التشريعية، السيد رئيس اللجنة الفرعية، حقيقة أنا يعني بتكلم متأخرا، ولكني سعدت جدا من بداية مناقشة مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب بما أحاط هذا القانون من اهتمام وأهمية، ودعوة كل المتعاملين في نقابة المحامين ونقابة الصحفيين لحضور جلسة مجلس النواب وهذه سابقة جديدة سيادة المستشار رئيس المجلس استناها عشان يحفظ لهذا القانون أهميته، ويبعث رسالة إلى المواطنين في الشارع المصري أن مجلس النواب لن يسمح بمرور هذا القانون وبه شوائب، ونحن كنواب للأمة سعداء ومهتمين جدا بهذا القانون، لأنه قانون يحمي الوطن من نفسه. قانون الإجراءات القانونية قانون من 540 مادة يحمي المواطن ويحمي الحريات
ويحمي حق المتهم وحق الدفاع كما يحمي حق القضاء والنيابة. وهذه منظومة لأول مرة أن يتم مناقشة بناء عليه. تفضل. مناقشة مواد القانون بالكامل، وأنا كنت جالسا ناصتا متيقظا أستمتع بمناقشات زملائي الأعضاء ومداخلات الضيوف، وكنت سعيد جدا أن أنا أستمع لهذه المناقشات، لأن أنا أعترف أن هذه المناقشات أضافت لي ثقافة قانونية قد أكون قد أجهلها، ولكن سعدت بمناقشة هذا القانون وسعيد بموافقة سيادتكم على هذا القانون، وأدعو سيادتكم للموافقة على مشروع القانون. وأنا من حيث المبدأ يا فندم بقول إن أنا موافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وبشكر كل الزملاء وبشكر سيادتك على حمايتك لهذا القانون واهتمامك بصدور هذا القانون، وأن يكون هذا القانون نقطة مضيئة في تاريخ مجلس النواب المصري. شكرا يا فندم. شكرا سيادة النائبة.